هاي اريهوبا اوف فيلكومن تو مين فيديو. اليوم رح نحكي عن طبعا السويدي مثل العاده، بس رح نحكي عن اهم كلمات بتمنى اني انا كنت اقدر اتعلمها من اول ما بلشت السويدي. الصيغه اللي حدا فيها الكلمات هي اني انا ما بس رح اعطيكم الكلمه، رح اعطيكم الكلمه والترجمه وابني على الفيديو السابق، بحيث اني ورجيكم الكلمه وورجيكم كيف اتعرف الكلمة وورجيكم كيف اجمع الكلمة. هلا مهم كتير انه تتعلموا هدول الكلمات، لانه اذا الواحد تعلم 20% من كل شي كلمات سويدية فهي رح تكفيك كتير سنين بالسويد. 20% بس من الكلمات السويدية هي رح تكون 80% من اللغة. 20% بلش بالكلمات الات وود. إذا ما عم تعرفوا أنا عن شو عم بحكي أبكم تذكير عن الجراماتيك، أنا عملت فيديو واحد سريع كتير عن كل شي جراماتيك ليقدر الواحد يبلش بسويدي كتير بسرعة، رح يكون محطوط هون فوق فيكم تقصوا وتروحوا. إذا شايفينه فينا نبلش هلا. صورة واحدة ات فوتو، ما في شي غريب. إذا بدنا نجمعها تصير بلورال لأنه بتنتهي هي بفوكال، حرف فوكال حرف صوتي، فإذا لازم نحط إن وقت الجمع فبتصير فوتون. منطقة ات أمرودة بتصير أمرودن، بنحط إن بتنتهي بفوكال. ات كفيتو فاتورة بتصير كفيتون. ات هفتة هفتن. ات أربيتة أربيتن. ات يوب يوب. الجمع هو نفسه بالمفرد، السبب ليش؟ لأنه ما بتنتهي بفوكال. إذا بدكم تذكير شو هن الفوكال لير ففيكم تروحوا على أول فيديو بتشوفوا شو هن هدول الأحرف يلي بيخلوا السويدي له ميزة حلوة وصوت جميل. طابع ات فري ميركا، فري ميركان لأنه بتنتهي بفوكال فحطيناها بالبلورال ان. ات بريف ما إلى فوكال فنتوقع انه بريف نفسها فهي رسالة رسائل. هلا اروح على الان وورد اللي بياخدوا الان ارتيكل، باص ان بوس، لانه مثل ما بتتذكروا بتصير بوسر لان. باول فيديو وجدتكم انه اذا بتنتهي الكلمة ب ما بتنتهي الكلمة ب ا فلازم نعوضها لحنا بال ا فبصير بوسر. الباب بصير اندور دورر، اندوغ دوغر، انمان مان. هاي غريبة ليش هيك عملنا؟ هاي بتصير كتير بسويدي انه الكلمة بتتغير لأي سبب بتصير كلمة تانية و هدول حفظ، بس ما في داعي نتخافوا نقول القصة لانه انمان مان كل اللي عملنا انه غيرنا الـ أ للـ أ فصارت مان من. انكفينا لانه بتنتهي ب ا فلازم نتوقع انه تصير او ار، نروح لهون كفينو مثل ما توقعنا تمام امراه. هون الجماعة ان بلوما ورده، بلومور بتنتهي ب ا. ان فرو زوجه، فروار انتهت ب فوكال وحطينا له ار. طبعا في حالات كتير بالسويدي مثل ان لاراري، اللاراري هي لانه مهنه وواحد منقول عليه انه هو لاراري فما في داعي نجمعها لما نقول معلمين، بتضل مثل ما هي بتضل لاراري، فمعلمين ومعلم هي لاراري. تعتمد على انساق الحديث، اذا كنت عم بحكي عدة معلمين بقول لاراري ما بقول ان لاراري، إذا عم بحكي عن أستاذ واحد بقول إن لا رأي. هلا رح نترك الجمع والمفرد، رح نروح على الغير معرف والمعرف وبستاند أوك بستاند فوم. لازم نتذكر إنه هدول نفس الكلمات اللي علمتكم إياهم قبل شوي، فهلا بتكونوا أنتم حفظتوا البلورال والسنجولار فوم. هلا رح نتعلم عن غير معرف ومعرف، هذول نفس الكلمات اللي حفظناها هون قبل شوي. عفوا شو صار؟ اوكي. ات فوتو بتصير فوتوت،
ليش؟ لأنه حذفنا تي وبنحط ال الاي تي بالأخير، بس هون بنلاحظ إنه في فوكال بالأخير، إذا في فوكال فما لازم نحط اثنين فوكال ورا بعضهم، لأنه إذا قلنا التي من هون وحطينا الاي تي بالنهاية رح يصير عندنا او اي تي، إذا حطينا او اي تي بالأخير بيصير عندنا تو فوكال جنب بعضهم، هذا الشيء ما بيصير. فإذا في فوكال بالأخير بكل بساطة بنحط بس تي وقدنا نعرف، نقول الصورة فوتوت، صورة ات فوتو، ات أمرادة، منطقة أمرادت، ات كفيتو فاتورة، كفيتوت الفاتورة، ات هفتة كتيب، هفتت الكتيب، ات أربيتة شغل، أربيتت الشغل، الشغل الطابع الرسالة. لاحظوا انه الكلمات اللي ما بتنتهي بفوكال بتاخذ الاي بنضيف لها الفوكال، مثل بريف يوب، اما الكلمات اللي تنتهي بفوكال بكل بساطه بنحط لها بس تي، ما بنحط لها اكسترا فوكال. هلا بنروح لنفس الكلمات اللي تعلمناها هون اللي بياخذوا اي ان، نفس الكلمات اللي تعلمناها بكل شيء رح نعرفهم، بدل ما نعملهم جمع رح نعرفهم، بتصير ان بوس بوسان الباص، دورين الباب، دوغان اليوم، مانن الرجل، كفينان المرأة، بلومان الوردة، فرون الزوجة، لارارين المعلم. لاحظوا شغلة كتير مهمة بالسويدي، هي انه نحن كل كلمة انه بدنا نحولها لجمع او لمعرف نحن ما نقالات، نحن ما منضيف النهايات بس لأنه لازم نضيفهم، لا نحن نطلع على الكلمة هل هي لازم تأخذ هاي النهايات المحددة ولا لازم ما تأخذ، ولا لازم بس تأخذ حرف واحد، نحن لازم نطلع على الكلمة ونفكر شوي. مثل فرو زوجة، ما ممكن نحط فرو وين، بتصير الكلمة غريبة، بتصير إنه حرفين صوتين جنب بعض، لازم على كل كلمة نطلع ونفهم انه اوكي هاي الكلمة ما لازم نحط النهاية هيك، لازم نفكر شوي لحنا عم نكتب. فهلا بدي اذكركم لازم تكتبوا كتير لتقدروا تفهموا، انا بوعدكم انه اذا كتبتوا اللي انا عم قلكم اياه رح تقدروا تفهموا، بس اذا انا حكيته ما حتقدروا تفهموا، عقلنا هيك بيشتغل بهالطريقة. شكرا كتير وكليكاتيل بوسفانسكا بيسيس.